يا صباح الهنا. صباح الفل يا قائد. صباح النور. قلبي معاك يا قائد والله. أنا لو مكانك كنت اكلت عيسى الفيق ده بسناني. أنا مش عارف أنت إزاي صابر عليه لغاية دلوقتي. عاوز نرفده يعني ولا إيه؟ ده أقل ما فيها يا كبير، عشان يعرف إنك خلاص كشفته وإنك مش هتتخدع فيه مرة تانية. وأجيب مين بقى مكانه؟ يا باشا أنت مش محتاج تجيب حد مكانه. أنا صدقك، أنا دراعك اليمين وفي خدمتك، وإن شاء الله بعون الله إيدي في إيدك لحد ما نرجع الأرض اللي طارت مننا دي. ومين يعوضني الخسارة دي كلها؟ طول ما الشوارب باصص لي في كل شغلانة بخشها. هو الشوارب هيعرف أخبارنا منين بعد ما طردنا الخاين اللي كان وسطينا؟ يعرف من الخاين اللي قاعد قصادي دلوقتي. إيه اللي بتقوله ده يا كبير؟ كنت فين الساعة 8 بالليل؟ كنت في بيتنا. أنت كذاب! أنت كنت قاعد مع ياسر في كافيه. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك كده؟ محدش قال. أنا اللي شفتك بعيني. المرة كان مديك ظرف فيه فلوس وأنت قاعد بتعدها. لا يا باشا أنت فاهم غلط. فهمني أنت الصح. كنت قاعد مع ياسر ليه؟ والفلوس دي بتاعت إيه؟ أنا ليا واحد صاحبي مسافر ألمانيا من زمان، من زمان قوي يعني، وياسر الشواربي له مصلحة هناك في ألمانيا، فأنا كنت يعني بوصل الاتنين في بعض عشان المصلحة تتقضي. لا يا راجل، ومين صاحبك ده بقى؟ ولا هو يعرف مين اللي صاحب في ألمانيا؟ وبتكلمه من ياما؟ لا مش من ياما، أنا اتعرفت عليه صدفة كده، قابلته صدفة من كام يوم. تصدق إنك صعبان عليا قوي. شوف بقالك كام سنة شغال معايا، مش عارف تكذب كدبة تطلعك من المصيبة اللي أنت فيها. يا باشا أنا أنت خايب! بس خاين خايب. عارف ليه؟ معرفتش تلعبها صح. حاولت تكسب الشواربي وتخسرني عيسى. أو عيسى هيرجع مكانه، وأنت هتجري على الشواربي. بس مش هشغلك. عارف ليه؟ هيخاف تعمل معاه اللي عملته معايا. نعيم باشا أنا ما عملتش حاجة. أنت عملت أكثر حاجة ممكن تتعمل. أنت من دلوقتي برا شركتي. الفلوس اللي أنت خسرتهاني هطفحك بيها الدم. اطلع برا. يا باشا يا باشا أنا اطلع برا أقول لك. البنت فعلا سخنة. ومش هينفع نستنى اكتر من كده. انا هتصل بالدكتور. طيب انزلي انت الاول. مش هينفع اسيبكم لوحدكم، افرض احتجتني في اي حاجه. يا حبيبتي ما ينفعش الدكتور يجي ويلاقيكي عندي. طيب انا هكلمه وانزل. لا لا اديني رقمه وانا هتصل بيه، خلينا في الامان عشان خاطري. واحنا مالنا بقينا خايفين كده ليه؟ كده احسن يا سلمى، اديني الرقم من فضلك. ماشي، ده رقمه واسمه دكتور كريم. ألو، مساء الخير يا دكتور. من فضلك أنا كنت محتاج حضرتك في زيارة منزلية. بنتي سخنة جدا ومش هقدر أجيبها لك العيادة. طيب تمام تمام. أوكي يا دكتور. مستني حضرتك. مع السلامة. قال لك إيه؟ معاه آخر كشف هيخلصه يتصل بيا وهديله العنوان ويجي لي على طول. كويس. طيب انزلي أنتِ دلوقتي. خلي بالك من يارا. أوكي. حاضر. كان نفسي ما الاقيش انا يا سلمى. دكتور سامح انت فاهم غلط. مفيش غلط اكبر من اللي انا شايفه بعنايه دلوقتي. الهانم اللي فاكرها خطيبتي موجوده في شقه واحد تاني. ويا ترى بقى باباكي واخوكي كان موقفهم ايه دلوقتي؟ قاعد لوحدك ليه؟ ما تخافيش يا ستي، مش بادع عليكي ولا حاجه. لا ما انا منصور حكالي وقال لي ان ياسر هو اللي لعب اللعبه دي كلها علشان يخليك تسيب الشغل عند نعيم. وعشان اسيبك انت كمان. بعت لك صورتي مع رانيا عشان تتخانقي معايا. هي رانيا دي هي سبب كل المصايب دي. رانيا اتضحك عليها
كانتش تعرف ان اخوها ممكن يستغلها بالرخصه ده. هو انت ليه بتدافع عنها؟ يعني ليه مش عايز تقتنع ان رانيا دي كمان عايزانا نسيب بعض؟ حيث رانيا وياسر هما الاثنين بيلعبوا على وتر الفقر اللي انا وانت غرقانين فيه. ودينا بنحاول نطبش عشان نوصل لاقرب شط وبرده مش عارفين. طب انا ربنا كرمني ولقيت شغلانه عند ميمي. لما انت بقى بتخانق مع نعيم وطبعا الست هانم ما هتصدق انك رجعت تاني تحتاج لها. انا مش محتاج غيرك انت. تقفي جنبي وتقويني على كل اللي انا فيه. انت عارف كل ما كنت بتسيب شغلانه بدماغك الناشفه دي، يعني تقعد تقولي بقى الحلال والحرام والاخلاق والمبادئ، انا كنت بقعد اشتمك في سري وكنت بشتم نفسي عشان حبيت واحد فقري زيك. بس لما كنت اقعد مع نفسي بقى وافكر في اللي انت بتقوله كنت اقول ان انت معاك حق والاقي نفسي بحبك اكتر وابقى نفسي ربنا يقدرني واعرف اعمل زيك. انت عملتي اللي اكتر من كده. كفايه انك ما رضيتيش تاخدي من مال 1,000,000 جنيه اللي عرضتهم عليكي ورفضتي اي حاجه تانيه تخلينا نبعد عن بعض. هو ليه ربنا يا عيسى بعت لنا الناس دول في طريقنا؟ احنا كنا عايشين في حالنا وراضيين باللي احنا فيه. ربنا بعت لنا الناس دي في طريقنا علشان نعرف احنا بنحب بعض قد ايه. وهم مستخسرين فينا حبنا اللي ما حلتناش غيره. مش مهم هم، المهم احنا. نعيم طلع كان بيراقبني وشافني وانا قاعد معاك اخر مره. ويراقبك ليه يا ناصر؟ اكيد في حد قومه عليك. مفيش غيره عيسى الفقي. لقى نفسه هيطرد من الشركه، قال ياخدني معاه بسكته ويسحلني معاه. كان لازم تحرص منه من الاول. معاك حق. بس فرحتي بان نعيم كشف وعرفوا على حقيقته، نسيتني انه يحطني في دماغه ويزن على خراب عشي. نوع على ايه بقى دلوقتي؟ انا ماليش غيرك يا زعيم، انت كبرنا وبعدين انا عملت كل ده علشانك. ايوه بس انا برضو ما قصرتش معاك يا ناصر، حقك وصل لك في الميعاد اللي اتفقنا عليه بالظبط. هتفيدني بايه الفلوس يا باشا وانا قاعد في البيت؟ بص يا باشا انا ماليش في عتبة البيت خالص خالص، والحقيقه كده انا جاي لك وطمعان يعني تشغلني معاك، عيني معاك هنا في الشركه، انا خبره برضو وهتعرف تستفيد مني. ايوه بس كده نعيم هيتاكد ان انت كنت بتعمل حاجات لمصلحتي وانت شغال معايا. نعيم اتاكد خلاص وانا ما عنديش امل ارجع له. ماشي يا ناصر، انا هظبط اموري في الشركه وهرد عليك. اتفقنا. مش هوصيك يا باشا، حياه النبي قعدت البيت وحشه وحشه يعني انا ما استحملهاش اقسم بالله. وبعدين انا حنكه برضو، انا محنك في السوق وهفيدك. ماشي يا محنك، اتكل. بعد اذنك يا باشا. اتفضل. جيت اصالحك بنفسي. كلامك طلع صح. ناصر هو اللي وصل ياسر للشيخ جاسر وقبض الثمن. غدر بيا بعد ما جبته بالشارع عملت منه بني ادم. اكيد انا السبب. كان حاسس ان انا عايز اخد مكانه في الشركه. لسه بتدافع عنه بعد اللي عمله؟ بالعكس مش بدافع عنه. بس بحاول افهم هو عمل كده ليه؟ عشان واطي وما عندوش اصل. انا مش زعلان عشان الارض اللي ضاعت. والضربه اللي ضربها لي ياسر ردها لي في اقرب فرصه، والخساره هتبقى انت المكسب مكانها انك مش ترجع له تاني. انا مش عارف اذا كنت هقدر ارجع اشتغل في الشركه عندك تاني ولا لا. وليه لا؟ انا حقيقي شكيت فيك بس انا عاوزك تعذرني. وخلاص انا عرفت الحقيقه وجيت لك لغايه عندك عشان طيب بخاطرك. محتاج شويه وقت قبل ما اخد اي خطوه جديده في الشغل. ده عقد جوازنا انا وشريف. زي ما انت شايف عقد باتنين شهود، يعني ما عملناش حاجه حرام. لا حرام ايه، ما تقوليش كده استغفر الله طبعا، لكن في السر هو اللي حلال عادي. وليد وبابا كانوا رافضين الجوازه. وانا ذنبي ايه هنا؟ تتخطبي لي قدامهم وانت اصلا متجوزه من وراهم؟
انا خفت ارفضك يشكوا فيا اكتر. وافقت ان انت تيجي تتقدم لي، بس ما كنتش اعرف ان هم هيقروا الفاتحه في نفس القعده. وطبعا طول الفتره دي على امل انك تدوري على اي حاجه نفركش بيها الموضوع بتاعنا، صح؟ مش كده يا سامح، انا لو كنت في ظروف عاديه ما كنتش هلاقي عريس احسن منك. مش مصدقك، والله ما مصدقك يا سلام. كان عادي جدا على فكره تكلميني وتقولي لي تعالى ننزل نتكلم وساعتها تقولي لي كل الحقيقه، ما كانش يحصل كل اللي حصل ده. عندك حق، بس انا خفت تروح تقول لهم. ودلوقتي مش خايفه ان انا اقول لهم؟ وطبعا هيعرفوا، هيجي وقت اكيد وهيعرفوا. احنا لازم ندور على حل عشان نفركش بيه الخطوبه الوهميه اللي احنا عايشينها دي. عندك حق، بس انا نفسي ده يحصل من غير فضايح. هو ده كل اللي فارق معاكي، صح؟